السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخانا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله شيخانا. وحياك. ما هي آثار الذنوب والمعاصي على الإنسان شيخانا؟ آثار الذنوب والمعاصي كثيرة، منها حرمان الرزق. حرمان الرزق، والرزق مش محصور في المال يا شيخانا. نعم طبعا. رزق محصور في المال بس. طبعا رزق من أعظم رزق، رزق بطاعة الله. المعصية تسبب لك انصرافا عن الطاعات. في بعض الناس شيخانا تظن ان الرزق هو المال. ما الرزق مال ايضا. لا يعني تحسبه المال فقط يا شيخ. لا الرزق رزق اعظمه رزق الطاعة، التوفيق للطاعة. ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم وارادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعثهم فثبطهم. ظلمة في القلب، قلة في الرزق، عدم بركة في الأولاد، عدم بركة في الصحة، كثير. السلام عليكم. وعليكم السلام.